معانا دلوقتي مداخله مع الكاتب وصانع المحتوى محمد صلاح. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، نورتنا. نورك يا فندم، شكرا. في البدايه، شايف ازاي الانتخابات الامريكيه هتاثر على سير الاحداث في الشرق الاوسط؟ والله وانا بالنسبه للانتخابات الامريكيه في الظروف اللي هي بتمر بيها المنطقه دلوقتي هيكون لها تاثير كبير طبعا على مجريات الاحداث، وكنت انا من الاطراف اللي بتقص ان احنا عندنا 3 شهور كثيره جدا لازم نركز عليها اكثر ما بنركز على الانتخابات. يعني انا بلاحظ الناس كلها بتفكر في الانتخابات اكثر ما بتفكر في ال3 شهور دول، رغم ان هم خطيرين جدا. يمكن بدات الخطوره بتاعتهم تظهر من بعد الاجراءات الاستثنائيه اللي خدتها الاداره الامريكيه مؤخرا، لما بدات ارسال بعض الطائرات والقاذفات الاستراتيجيه القادره على حمل سلاح نووي، ودي على فكره اسلحه ما بتتحركش، اسلحه تعتبر اسلحه دقيقه جدا وغاليه جدا وخطوتها عزيزه جدا، ولا تتحرك الا لاوامر او لاوامر عسكريه، ان يكون في اشتباك عسكري وهيكون لها دور في هذا الاشتباك يعني. فانا قبل ما يكون عندي فكره تفكير عن تاثير الانتخابات الامريكيه او نتيجه هذه الانتخابات على الاقليم او على الشرق الاوسط، حابب ان كلنا نبص على ال3 شهور الانتقاليه او الفتره الانتقاليه اللي بتحصل دلوقتي، لان فعلا جو بايدن اخطر من المرشحين الموجودين في الانتخابات حتى هذه اللحظه. هل هيكون في ارتباط مباشر بين نتيجه الانتخابات وبين مصير الحروب والصراعات في المنطقه ولا لا؟ بكل تاكيد هيكون في ارتباط واضح بينهم وبين بعض يعني، ولكن كل ده طبقا للاستراتيجيه او طبقا للاهداف الامريكيه. امريكا كدوله ليها اهداف محدده، يعني امريكا مش من الدوله اللي هي بتحاول انها تتحدث بالشكل او تذهب في اي تحرك عسكري عبثا. هي عندها اهداف واضحه، عندها اهداف لازم توصل لها بطريقه او باخرى، وده الصراع الانتخابي الامريكي هو مش صراع بين هدف بين هدفين، لا هو صراع بين استراتيجيتين لتحقيق نفس الهدف. بالزبط. لكن مش معنى كده ان في رئيس هينجح هيخلي الرئيس الثاني هيعارضه في الهدف الاستراتيجيه الامريكيه، لا كده اللي متابع للسياسه الامريكيه بشكل صحيح واللي بيتابع تاريخ امريكا نفسه يجد ان الدوله دي يا جماعه اقرب الى المؤسسه منها الى الوطن. فلما نلاقي الدول اللي تشبه المؤسسات دي بتمشي ازاي؟ بتمشي زي المؤسسه بالظبط. واحد بيفضل مثلا ان الانجاز كله هدفه ان المؤسسه تصل الى مؤسسه الربحيه او المكسب، لكن واحد شايف المكسب بيجي بالطريقه دي والطرف الاخر يرى المكسب يتحقق بطريقه اخرى. هو ده الخلاف اللي بيحصل دايما بين المرشحين في الانتخابات الامريكيه. بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه، متوقع مصيرها هيكون ايه؟ الحرب الروسيه الاوكرانيه بتتوقف حول مدى التفاهم اللي يحصل بين الرئيس الامريكي القادم وبين روسيا في الموضوعات الخلافيه الموجوده بينهم وبينهم، عدد كبير من الموضوعات الخلافيه سواء بخصوص مناطق النفوذ الروسي، سواء بخصوص مناطق تمدد الناتو شرق اوروبا، سواء بخصوص اتفاقيات تطوير الاسلحه النوويه، احتلال الفضاء، تطوير الاسلحه السيبرانيه، يعني في مجموعه من الخلافات الكبيره اغلبها تتعلق بالاوضاع الجيوسياسيه وبالاسلحه او بتطوير الاسلحه وخصوصا الاسلحه النوويه والاسلحه والصواريخ بعيده المدى. الباليستيات بعيده المدى. والهايبرسونيك كمان ومجموعه من الصواريخ المتطوره او من الاسلحه المتطوره اللي بتنفرد بها روسيا دلوقتي في الفتره الحاليه او في الوقت الحالي. فرص ان هم يصلوا الاتفاق تكاد تكون قليله، ان الحرب الروسيه الاوكرانيه بالمناسبه هي حرب بالوكاله، هي مش خلاف على حدود ولا خلاف على وجود ولا خلاف على، لا الموضوع اكبر كده. الحرب الروسيه الاوكرانيه في اكبر صورها او في ابعد صورها هي صراع بين عالمين، عالم جديد يتشكل على مهل وعالم قديم رافض ان هو يترك مكانه او يتنازل عن سلطته وقوته لاحد، فتجد الموضوع كله قلب الى حرب بالوكاله. لكن شئنا اما بينا هيحصل توافق بين الطرفين باسرع وقت ممكن، ولن يخسر في الحروب بالوكاله الا الادوات. دايما الطرفين اللي بيحاربوا بعض بالوكاله بيتصالحوا في الاخر، بيلاقوا حاجه يتفقوا عليها، بيقدروا ان هم يوصلوا لاجريمنت في النص، ان هم يتفقوا حبه عليا وحبه عليك، ايا كان هذا الشكل، لكن هيوصلوا في النهايه ولن يخسر من هذه المواجهه الا اوكرانيا اللي خسرت كل حاجه تقريبا. طيب استاذ محمد، حضرتك تقول ايه للناس اللي بتقول ان فوز ترامب هيغير شيء في الاحداث خصوصا في الصراع العربي الاسرائيلي؟ هنرجع لموضوع الاهداف، يعني هو الاهداف واحده بين ترامب وبين كمالا هاريس داخل الشرق الاوسط. وحابب بس اقول نقطه، هي فكره ان المنطقه العربيه عموما ما لهاش اولويه كتير في الصراع الامريكي على مدى التاريخ بتاعه. يعني المنطقه العربيه او الشرق الاوسط عموما ملوش مساحه كبيره
في الصراع الامريكي. احنا بس حظنا النهارده الفتره دي علشان خاطر الحروب كلها شغاله في منطقتنا، ان كانت حرب غزه او ان كانت حرب لبنان او كانت الحرب اللي في الضفه الغربيه او الاشتباكات اللي بتحصل في الضفه الغربيه. تزامن كل هذه الاحداث مع الانتخابات هو اللي فرض على الطرفين ان هم يتكلموا عن الشرق الاوسط، لكن الشرق الاوسط كملف اهداف امريكا واضحه جدا في هذا الملف، استقرار وامن وامان دوله الدوله الزرقاء دوله اسرائيل، استقرار طرق الملاحه الدوليه في هذه المنطقه واهمها باب البحر الاحمر، باب المندب بالبحر الاحمر في السويس، الثروات والطاقه، وبعد كده ما يفرقش معها اي حاجه ثانيه. هل هيكون في فرصه لوقف الحروب؟ هم الطرفين تعهدوا في وقف الحرب، كل طرف منهم قال اول ما اوصل البيت الابيض هوقف حرب حالا. لكن السؤال الاهم هو السؤال اللي بنتكلم عليه بقالنا سنه او اكثر، وهو اليوم التالي للحرب هيكون ايه؟ كل مرشح منه باصص لليوم التالي للحرب ازاي؟ هيوصل لهذا اليوم بانهي خطه؟ حل الدولتين هيتطبق ازاي؟ طبعا كل واحد معاه خطته اللي جاهزه، واللي عارف كل واحد عارف اول ما هيوصل البيت الابيض هيتصرف ازاي وهيعمل ايه، لكن زي ما بيقولوا كده مش عايز يكشف ورقه او مش عايز يرمي الورق كله على الارض مره واحده، بيحاول يكسب اصوات المرشحين، وبعد ما يوصل البيت الابيض هنشوف الكلام الحقيقي هيبقى شكله عامل ازاي. الكاتب وصانع المحتوى محمد صلاح، بشكر حضرتك جدا على المداخله.